سلام، تنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنوريكم الوصفه ديالي في تحضير الجينواز. الطريقه ديالي غنحتاجو 3 البيضات، غنحتاجو كاس ديال سنيده اي ما يعادل 100 غرام، هنايا كاس ونصف ما يعادل 150 غرام، وهنايا ملعقه نشا. هنا نحتاجو واحد فاني ونصف خميره كيماويه ديال 8 غرام اي ما يعادل 4 غرام. اول حاجه نبداو بالبيض، طريقه تكون ناجحه. غنضيفو الفاني، نضيفو سكر خشن، هنايا غنبداو نطربو. غنطربو هاد الخليط تقريبا 5 دقائق حتى يولي اللون ديالو ابيض ويذوب لنا السكر مزيان. من بعد غنضيفو هاد المايزينا، هادي تخلي لنا هاد الكيك خفيف. غنضيفوها دابا ونبداو نطربو. هنايا الخليط ديالنا ها هو تغير اللون ديالو وتضاعف. هنايا غنضيفو نصف خميره كيماويه، غنضيفوها على الدقيق هكذا. صافي، وهنايا غنخلوه نغربلوه باش ما يبقاش لنا شي خويرات الدقيق. هنايا غنحركو بهذه الطريقه هذه باش ما تهبطش لينا. بهذه الطريقه من التحت للفوق. الفران تنسخنوه على درجه حراره 150 حتى 160 باش ما تحرقش لينا هاد الجينواز. والمول تندهنوه بالزبده والدقيق، ممكن نديرو فيه ورق الفول باش ما تحرقش لينا. الطريقه هي بشويه، خاص ما يبقاش داك الدقيق باش ما يجيش لنا باين. هو مازال الدقيق كيبان، خاصو ما يبقاش يبان. نحركو غير بشويه باش ما تهبطش لينا. نبقاو بهذه الطريقه حتى يبان لينا الدقيق غبر، ما بقاش تيبان. انا هنايا نضيف قشور ديال الليمون، هذا هي اجتهاد مني، كاين اللي ما تيديرهاش الطريقه هذه حيت غنسمها غنسقيها بعصير الليمون. الطريقه هذه من بعد ما نحرك هادشي غنوريكم كيفاش غنديرها في المول. غنصبو هاد الخليط،
الطريقه هذه. انا واخا تيبان لكم مقادش فين تيدخل الفران تيتقاد هكذا، انا كلشي تيجي هكا مقاد فين تطيب. صافي كيف ما قلت لكم غندخلوه على درجة حرارة 150 الفرن، ومن بعد نوريكم الشكل ديالها. هنايا ها الجينواز من بعد ما خرجناه من الفرن، نسيت ما قلت لكم ديروها في وحدة وسط وحدة، الا خفتوا هاد المول يكون يلصق او يحرق لكم ويكون رقيق. هيا نحاولوا نشوفوا الشكل ديالها. شويه من الجوانب هذا هو الشكل ديالها. غنحاول نقطعها ونوريكم الشكل من الداخل. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما قطعتها. انا قطعتها قسمتها غير على جوج حيت الكميه اللي درتها صغيره ماشي كبيره. هنايا عصير ليمون درت معاه ملعقه من القهوه المذوبه وهنسقي به هاد الجينواز حيت هي لابد خاصها تشرب. باش ما تشربات باش ما تجي مزيانه. تنشربها من جميع الجوانب والجانب الاخر. هاتي اللي عندنا حتى هي. انا شويه ما تقسمتش ليا مزيان حيت قطعتها سخونه باقي يلا خرجت من الفرن. يستحسن تركها حتى تبرد ولكن ماشي مشكل، فين تنجرو فيها على كريم وداكشي تيمشي هادشي ما تيبقاش يبان. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في وصفة جديدة.